خلينا النهاردة بقى نتكلم في أحدث وأفضل طرق مجانية لتزويد المتابعين في حسابك على الإنستجرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. من بين الحاجات اللي الناس طلبتها وإننا نتكلم عن طرق مجانية لتزويد المتابعين واللايكات على الإنستجرام، فخلينا النهاردة نعمل تجربة عملية بإننا نتكلم عن طرق مجانية بسيطة جدا لتزويد المتابعين واللايكات على الإنستجرام. وهنعمل التطبيق ده على الاكونت بتاعي، رغم ان انا مش مهتم بالانستجرام ونادرا ما بنزل عليه. هيكون معانا تطبيقات ومواقع وطرق من خلال حساب الانستجرام الخاص بيك من غير ما تخرج براه بدون اي تاخير زياده. يلا بينا نبدا. ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه، وهتلاقي في التعليقات اقتراحات لبعض الفيديوهات اللي عملناها قبل كده ممكن تهمك. اول طريقه هنتكلم بيها هي اللي من خلال تطبيقات، وخلينا متفقين انك في حاجه زي كده مش هتشتري بفلوس، فبالتالي انت لازم تقدم لهم حاجه قصاد اللي انت هتاخده. اللي انت هتقدمه هو انك هتعمل لايك او هتعمل فولو لاي حد علشان تاخد كوينز او عملات تجيب بيها الحاجات دي. يفضل انك بتعمل اكونت بديل، اكونت تقدر تعمل منه حاجه زي كده ليهم، وبعدين بيطلبوا منك انك تكتب اكونت تاني او الاكونت اللي انت عايز تاخد عليه المتابعات او تاخد عليه اللايكات، فبتكتب الاكونت الاصلي بتاعك علشان تاخد عليه المتابعات واللايكات بدون اي مشكله. وفي كل الاحوال هي بتكون متابعات ولايكات من ناس معروفه او من ناس موجوده. طبعا التجربه دي هتكون على الحساب بتاعي، وانا مش من الناس اللي بتركز كتير مع انستجرام او بتدخل عليه كتير، فبالتالي ما عنديش متابعين كتير، وده مخلي الحساب بتاعي مناسب ان احنا نجرب عليه. واكيد طبعا انا عملت حساب تاني اشارك بيه. اول تطبيق معانا هو تطبيق جيت انستا. التطبيق ده انت لما بتدخل على الرابط اللي هيكون موجود في الرابط اللي موجود في صندوق الوصف، هتقدر تحمل المثبت بتاعهم او جيت انستا انستولر، ومن خلاله لما تفتحه هيطلب منك انه يحمل تطبيق جيت انستا ده نفسه. فلما تفتحه بيكون موجود عندك كده، وبتقدر انك تعمل حاجات زي مثلا لايك او تعمل فولو علشان تاخد كوينز. طبعا انت لما تدخل على التطبيق بيكون في عندك علامه الدولار دي، وبيكون عندك الحساب فوق، فانا طبعا مسجل بالحساب الرئيسي ومسجل بالحساب السنوي اللي انا بعمل بيه الحاجات دي علشان اخد كوينز. طبعا بعمل لناس فولو وبعمل لناس لايك علشان اخد كوينز. اول ما بتسجل بتاخد كوينز هديه، اول ما بتعمل فيريفيكيشن او تاكيد للميل بتاعك بتاخد كوينز برده، وبعد كده بتعمل شويه فولو علشان يكون عندك كوينز. حاليا انا معايا 2070 كوين، فدلوقتي المفروض ان انا هشتري بيهم بقى او هجيب بيهم لايكات او هجيب بيهم فولورز، فخلينا نجرب. دلوقتي الكوينز اللي موجوده بما انه بيديلك كوينز كتير، فبالتالي الحاجات اللي هتجيبها برده هتكون محتاجه كوينز كتير. فدلوقتي انا هاجي مثلا على جيت فولورز دي وهدوس عليها علشان يقول لي انت عايز تاخد فولورز، فبالتالي هقول له تمام. دلوقتي بقى بعد ما انا ضغطت على جيت فولورز ناو وخد مني الرصيد علشان يجيب لي الفولورز، هنروح نشوف التطبيق التاني علشان نتابع ونعرف هيجيبوا لنا ولا لا. دلوقتي هو المفروض انه مع بدايه اول تطبيق معانا موجود معايا 345 فولور. التطبيق التاني اللي معانا هو تطبيق فولور بارس. تطبيق فولور بارس هو تطبيق فارسي على عربي على انجليزي، يعني فيه ثلاث لغات. دلوقتي انت لما تدخل على التطبيق وبتسجل بالاكونتات بتاعتك بيكون عندك فيه الهوم وبيكون عندك فيه كوين. فاحنا هنيجي على كوين علشان احنا عايزين كوينز الاول، فهيكون عندك فيه فولو وفي لايك في كومنت. لما بتدوس على اي واحده منهم هو اوتوماتيك بيعمل لك فولو على طول، وبعدين بيضيف لك باستمرار الكوينز الخاصه بالفولو او اللايك او من خلال التعليقات. بعد ما بنخلص بندوس على، يعني بعد ما بنخلص كل الكلام ده بندوس على كانسل لو اخذنا كميه كوينز كفايه. بيكون في عندك هنا سبميت اوردر، هندوس عليها هيقول لك دخل الاسم، فهنيجي على الاسم هنا وهنكتب الاسم نفسه اللي هو اسم الاكونت، وهيكون ظاهر عندنا اكتر من اكونت فهنختار الاكونت بتاعنا، وبعدين هنقول له ريكويست فولور، هيقول لك انت عايز فولور قد ايه والكوينز اللي هتدفعها قصادهم هيكون قد ايه. فاحنا نختار مثلا ان احنا يكون عندنا 85 كوين كفايه اظن، 186 كوين ما فرقتش خالص، 185. وبعدين هنقول له تمام سبميت اوردر، يور اوردر هاز بين سبميتد سكسسفلي ريجسترد، يور اوردر هاز بين سكسسفلي ريجسترد، بليز دو نوت تشينج مش عارف ايه، فنقول له اي اندرستاند. فكده المفروض ان احنا بدانا او حطينا الاوردر ده علشان نتابع الفولورز اللي هتجيلنا هنا. طبعا انت علشان تجيب او تضيف اي حاجه بيكون موجود عندك هنا الكوينز زي ما اتفقنا، وهنا في الهوم بتقدر تتابع انت عندك كام كوين، تقدر تعمل اوردرز، تقدر تتابع الاوردرز اللي انت ضفتها، تقدر تاخد فري كوينز من خلال الجروب بتاعهم على تليجرام بيجي لك كود علشان تضيف عليهم باستمرار. وزي ما قلنا بيكون في ثلاث لغات، عربي انجليزي وفارسي. دلوقتي احنا خلصنا تطبيق تاني، خلينا نروح نشوف التطبيق التالت. التطبيق التالت اللي معانا بقى هو تطبيق انستا فولورز برو. التطبيق ده لما بتدخل عليه بيكون في عندك ايرن كوينز وبيكون في عندك باي كوينز، فاحنا طبعا هنختار ايرن كوينز. هيقول لك انك عندك انليميتد كوينز وديلي بونس، وفي الريفيرال اللي هو من خلال في كود معين او لينك معين اللي بيدخل منه بتاخد انت كوينز عليه. فاحنا هنختار مثلا انليميتد كوينز، هيقول لك انك تقدر تعمل ايرن كوينز اوتوماتيكلي زي الباقيين لكن لسه دي بتتحدث. بيكون قدامك اوردر بقى، الاوردر ده بيكون عباره عن انك تعمل لايك او تعمل فولو لاي حد، لما بتدوس عليها بيوجهك على تطبيق الانستجرام نفسه عشان تعمل بشكل فعلي، فلما بتعملها بشكل فعلي بيرجع هنا تاني علشان يضيف لك الكوين.
وطبعا كل صورة او كل اوردر بيظهر لك بيكون قدامك وقت معين وبعدين بيكسباير او بتنتهي صلاحيته. يكون عندك كلمة load another بتدوس عليها علشان يفتح لك اوردر تاني، سواء هتعمل لايك او هتعمل فولو. بعد ما بتخلص كل الحاجات دي بيكون عندك هنا بره خالص الكوينز اللي معاك، وليكن مثلا هنا الافيلبل كوينز 24. طبعا بقى في صفحة رئيسية تحت ايرن كوينز وباي كوينز بيكون عندك جيت لايكس وجيت فولورز. فندوس مثلا على جيت فولورز هيقول لك دخل اسم الاكونت، فندخل اسم الاكونت ونعمل سبميت، يعمل سيرش كده شويه وبعدين بيقول لك هو ده، بتقول له تمام، تقول له بليس اوردر، يقول لك تشوز فولورز ليميت، تشوز كوينز، وهنقول له تمام. طبعا وللاسف احنا مش معانا حاليا عدد كوينز كفايه، علشان كده احنا هنسجل بالحساب بتاعنا ونعمل لايك. طبعا انت لو جيت هنا يقول لك انت عايز تعمل لايك بانهي حساب عشان يجي لنا يعني كوينز نقدر نتجل لها او نقدر نجيب بيها. فدلوقتي احنا لما دخلنا على الاكونت في البدايه كان 345 تقريبا او 343 مش فاكر. دلوقتي احنا بعد ما حطينا الاوردر فبنعمل ريفرش 357 360 وما زال بيزيد. تقدر تمشي على الطريقه دي وهو بيعد مع نفسه بيجيب لك الفولورز باستمرار زي ما انت عايز بالظبط. دلوقتي احنا وصلنا لحد 362 وما زال لما بنعمل ريفرش بيزيد. فبالتالي انت بتقدر تدخل زي ما اتفقنا وزي ما شفنا وتحط الاوردر بتاعك وهو هياخد وقت وهتلاقي الفولورز بيزيدوا عندك على طول. ونخش بقى على الطريقه الثانيه معانا واللي ما فيهاش بقى انك تعمل لايك لاي حد او فولو لاي حد او تعمل حساب ثاني او كل الكلام ده، وهي من خلال موقع اي جي فيمد. الموقع ده انت بتدخل عليه وبعدين بيقول لك دخل اليوزر نيم بتاعك، فهندخل مثلا اليوزر نيم بتاعنا كده، طبعا احنا حافظينه قبل كده، هندوس عليه وهنعمل كونكت. هو يعمل فيريفيكيشن شويه كده، حاجه تقليديه بيعملها، وبعد كده هيقول لك عايز 1000 فولور، عايز 2500، عايز 5000. فنختار مثلا 1000 فولورز. لما هنختار هيقول لك لودنج، جاري التحميل، جنريتنج 1000 فولورز، تمام. بعدين هيقول لك هو مش عارف يعمل فيريفيكيشن اوتوماتيكلي، فلازم تعمل انت بنفسك يعني فيريفيكيشن. المهم هيعد حاجه كده وبعدين هيطلب منك انك تدوس على حاجه، فهتدوس عليها بالظبط هنا فيريفاي ناو. هنا بقى طريقه الموقع دي مختلف عن الباقيين، لانك زي ما قلنا مش هتعمل لايك ولا فولو ولا حساب تاني ولا اي حاجه خالص. هي كل اللي عليك ان هو بيجيب لك تاسكات او اوفرز كده، يعني مثلا في عندك فيو، في عندك لودو ماستر بيس، في عندك تطبيق في بي ان، وفي عندك كاسل كلاش. فانت كل اللي عليك مثلا هتدوس على فيو، هو بيقول لك انستول اب open stream and watch. فانت هتدوس على فيو، هتحمل فيو من المتجر وتدخل تتفرج على اي فيديو سريع كده، ده الاوفر الاول. في عندك الاوفر الثاني بيقول لك هتحمل تطبيق او لعبه لودو ماستر بيس وبعدين تثبتها وتدخل عليها. بيكون في عندك الرابع انك تحمل اللعبه وتلعبها او تشغلها لمده 30 ثانيه. طبعا انت بيكون موجود عندك فوق انك تقدر تمشي على 2 بس من الاربعه دول، فبالتالي اقل 2 من الاربعه دول تقدر تدخل عليهم تشغلهم، ولما بتشغلهم تبقى كده عملت المطلوب. فهو بيقول لك كده completed two offers. لما بيقول لك completed two offers تعمل ريفرش بتلاقيه بيجيب لك او بيزود لك الفولورز 1000 فولور. طبعا انت لو اخترت 2500 او 5000 هتلاقيه بيطلب منك حاجات اكتر من كده. اما بقى الطريقه الثالثه اللي تجيب بيها فولورز او تجيب بيها لايكس بشكل مجاني، عندك تطبيق ان تاجز. تطبيق ان تاجز هو ببساطه لما انت تيجي تحمل اي صوره او ترفع اي صوره على التطبيق او على انستجرام، تيجي هنا وبتكتب الهاشتاج. لو مفيش هاشتاج في دماغك بيكون في عندك كاتيجوريز هنا بيكون فيها اكتر من حاجه، بتدخل على اي واحده منهم. ميزه التطبيق ده ان انت لما تيجي تكتب مثلا وليكن كلمه فوتو، ممكن مثلا نكتب كلمه فوتو واخترنا اول واحده وعملنا جنريت، لما بتدوس على كلمه جنريت بيجيب لك اكتر من هاشتاج بكلمه فوتو، وبيكون في قدام كل واحد كام واحد بيستخدمه. يعني مثلا اول واحد فوتو كرييشن سيلفر ده فيه 366,000 شخص تقريبا بيستخدمه. فانت بتقدر تحدد اكتر حاجات او اكتر هاشتاجات عليها بحث، وبعدين بتدوس على علامه الكوبي هنا. لما بتدوس على علامه الكوبي بتضيفها في الفوتوز بتاعتك او الصور بتاعتك، فبالتالي هي بتظهر في الاكسبلور والناس بتوصل لها. والحاجه الثانيه بقى والاخيره انك بتقدر تدخل على اي بروفايل خاص باي حد بيقدم حاجه زي اللي انت بتعملها. لو انت بتتصور في المطبخ تشوف صور لناس بتتصور في المطبخ، بتتصور في الزرع، بتتصور في اي مكان، تشوف الناس اللي بتعمل نفس الحاجه اللي انت بتعملها وتدخل تعمل لهم فولو، وتدخل على الفولورز بتاعتهم وتعمل لهم برضو فولو. فلما بتعمل حاجه زي كده الناس بترد لك الفولو اللي انت عملته، وممكن يعني خد بالك بس انك ما تعملش اكتر من 30 في الساعه، وبعد كده بعد ما تخلص اليوم ممكن تعمل لهم انفولو لو هم ما ردولكش. وكده تكون نهايه الفيديو. طبعا رابط تحميل التطبيقات هتكون موجوده في الرابط اللي موجود في صندوق الوصف. ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، ويكون فينا زرار اشتراك وجنبه جرس تقدر تدوس عليهم علشان تتابع جديد اول باول. شكرا للمشاهده، نلقاكم على خير.